يعني المقابلة تعبنا فيها بزاف اليوم، كما شفنا الفارق في الشوط الأول اللي كان ب 11-5 وخلصنا ديزاميتون افيك 22-15، نشوفوا باللي الفارق في الشوط الثاني كنا احنا تغلبنا على اللقاء في الشوط الثاني، واش هو الشوط الأول اللي درنا عدة غلطات، وثاني ما يخفلكمش أنه التحكيم راهو ماشي يعني ضد التحكيم ولا حاجه، ما الى افونتاجي الجي اس بي بزاف، لافونتاجي جي اس بي في لي 7 متر في وقت وين كنا احنا قادرين يعني نعاودوا نرجعوا للسكور الى افونتاجي جي اس بي، هذا هو لو روتار تاعنا، مي بار كونتر يعني الجي اس بي سي اون غروند ايكيب يعني ما نقدروش نهربوا منها. اليوم ضيعنا عدة فرص، ضيعنا عدة فرص بارابور لي ماتش الاخرين اللي عداو، خدمنا بلو مليح بارد. مي بار كونتر المقابلة كانت مليحة بزاف، مليحة بزاف الفريق تاعي، ونأدوا الشيء اللي عليهم، وبربي إن شاء الله يعني تبشرنا بالخير دي في اللقاءات الجاية إن شاء الله، أبارتي دو ماتش بروشان كونتر لان اف سي، إن شاء الله يكونوا لقاءات في المستوى. ce qui concerne le match, c'était la coupure اللي كانت عندنا هي لو روتار تاع لي زاربيت. On a bien débuté l'échauffement mais le problème c'était on a attendu presque une heure et quart les arbitres ma djawch fi lwaqt hada li khalla le rythme ta'a lmoqabla le rythme ta'a le début ta'a lmoqabla ykoun munkhafid amma bnisba lmoqabla lhaq ana je félicite mon équipe ACM parce que qomna bmoqabla mliha دخلنا سيتي لو بلوز امبورطون هي دخلنا لو دوت ليكيب تاع جي اس بي ما كيما نعرفوا ان ليكيب تاع جي اس بي واحد ما يكذبش على روحه هي نص منها فريق وطني وعندهم هم بنات عندهم خبره كبيره وحنا الفريق تاعنا هو فريق صغير ويخدم للقدام مي انا جلي فيليسيت باسكو قاموا بمقابله جميله وجيسبيغ منا في المستقبل برك يكون التحكيم في المستوى باسكو اليوم التحكيم ما كانش في المستوى يعطيكم الصحة. المباراة كانت باهية على الأخر والحمد لله معناها حاولنا نقعدوا ميم سكور ما نبعدوش برشا في السكور جي اس بي كيب قوية ومعروفة هوني في الجزائر وإن شاء الله نحاولوا نخدموا ونقدموا مباريات ما خير والحمد لله يا ربي معناها عدينا مباراة باهية وإن شاء الله نكملوها هكا. بون بالرغم التحكيم اليوم ما جاش في الوقت مش معقول معناها ثلاثه مرات نعملوا ايشافمون ونعاودوا نقعدوا ونعاودوا نقعدوا التحكيم اليوم سامحوني نجم نقول اللي هو مهزله ما يجيش هكا نورمالمون هو اول موجودين قبل لي زيكيب هوني وان شاء الله تحاولوا تصلحوا الحكايه هذيا ميرسي كنا نقولوا المستوى كان جوست مويا ديزا دو لي les incidents اللي صراو بلوتو تاع لو روتار تاع الاربيتراج لي جواز يشوفو دو تروا فوا سي فريمون ديفيسيل ما بريسك دوموندي لانيولاسيون تاع الماتش صوب الا ما كانوش كانوا الناس هنا عاقلين و يعني عاقلين وناس ناس ناس محترمين سينو المقابله ما لعبوهاش اصلا ثم خص الفريق فريق ميلا الحق حنا نشوفوا باللي راهو انتدب لعبه تونسيات وانتدب بلعبه من عندنا اللي عطاهم لو بليس صراحه وانما رست يعني لازم بوكو ترافاي جو بونس بلي نورمالمون اي بوف facilement éviter la relégation par rapport les deux les trois saisons hein. Donc pourquoi pas ils peuvent jouer le milieu du tableau sinon la troisième et la quatrième place. بعدت مقابلة باهية ليكيب اللي لعبنا كونترها ماهيش ضعيفة يعني لقينا على شنو نلعبوا في التيران تعدت ماتش باهي والحمد لله والليزاربيتر عطلونا كي جاو روتار من بعد رجعنا وكلمينا رواحنا وكل شيء.